معنا لالا فاطمة من مدينة القنيطرة. صباح الخير لالا فاطمة. صباح النور. مرحبا بك. عامين. لا بس الحمد لله. اللهم لك الحمد. عندي واحد لاستي صغيرة بالنسبة للفراني، انا حيت فيه الدجاج هو ديال الضو. اييه. باش كنعرف اي حلوة طابت ولا لحم ولا دجاج ولا كيكة. اييه. ومي كتكون كطيب كيدير لك لافاطا في الدجاجة. اييه. مي كطلي كتلقى غير الضباب. ملي كتشوفي الدجاجة صفات وتنقات، يا بلاصة كتمسح ديك لافاطا. كتعرف داك الشيء طاب غير حلي وجبدي على ضمانتي. وبالنسبة للحوت حيت كيخليو يبقى يطيب حتى كطيب ديك الخضرة، نخشيو الموس سيدر في السنسو ديال الحوتة الكبيرة، بين جبدو نحطوها على حنكنا نلقاو حرقنا جبدو الحوتة، يكفي دخولها غير ديك الحرارة يعني تجوي. هادي بدا من ضمن النصائح اللي تفكرت دابا من سمعت، وتصاب لي في الصاع يديرو حلوة بيضة يعني واخا ماشي مبتدئات حنا كنديروه يعني مزيان. بصح اختي نعطي واحد البلاطو مالح نبداو. واخا واخا وعلاش ما قدرنا الله فين وصلنا نحبسو. اييه يلا فاطمة نبداو نبداو بالعجينة المورقة اختي نقصي من الاغنية. واخا عجينة المورقة. نبداو باش نبقاو هاد العجينة السيدات يستعملوها في لي شوسون يعني على ضمانتي صوبوها في اي حاجة. واخا ناخذ 350 غرام ديال الطحين مع بوره. 350 غرام ديال الطحين. علاش بعض المرات كنعطيهم واحد المقادير فيهم 75 68؟ علاش كيكون عندي مقدار كبير مي كنقسمو راه داكشي اللي كيعطيني. واش فهمتيني؟ فهذا بدل مقدار كبير انا قسمته على 350 غرام ديال الطحين. 350 غرام. جوج معالق كبار زيت بلديه. جوج معالق كبار. معلقه كبيره ديال الخل بيض عامرة. بلديه معلقه كبيره ديال الخل بيض عامرة. بيضة. بيضة. معلقة كبيرة السودانية ما يخافوش من هاد السودانية. معلقة كبيرة ديال السودانية. أربع معلقة صغيرة ديال البزار. أربع معلقة صغيرة ديال البزار. معلقة صغيرة الملحة يتبعو السيدة صغير هادشي. معلقة الملح أها. يديرو حفرة يديرو هادشي كلشي ويحركو بصبعهم ويزيدو الما دافي ويحركو. وشوية ديال الخميرة قلتها. لا ما قلتيهاش. لا ما فيهاش خميرة حتى غنخدم عجينة البيزا من بعد لا. صافي كندلكو بالما دافي. المدافي ونقب التراب عادي الزبده ديك الرخيصه العاديه البكيه. التراب ما معناش الحق نقول السميه. دير عادي رابع. نطلقوا العجينه مستطيله ونحطوا هذيك الرابعه في الوسط. ونسدوا من جهه اللي من جهه كرشنا نحطوها فوق فوق الزبده، ولا من جهه الجهه الاخرى نحطوها. يعني باش ما نعذبوش نديروا ضيف ونعذب السيدات سهله. ونحطها نطلقها بالمدك طويله ونفس الطريقه. نعم. بحال غنسدو الدفتان نسدو هاد اللي من الجهه ونسدو اليسار. وندورو العجينه الجهه المفتوحه من الفوق ونديرو نديرو خمسه المرات. خمسه ديال المرات حنا كنعاودو نفس الطريقه. نفس الطريقه يعني سهله ونحطوها جانبا نقطعو هذا وائل صابوبه البيتزا. السيده مين تبغي دير لي كيش هذاك المول ولا الطاغط لي طاغطو تصغير ولا اي حاجه تاخذ داك المول اللي غدير فيه العجينه. تاخذ القطعة اكبر منه. نعم. صافي وتقطع وتلبس هذا بالعجينة حيدناها. اييه. دوزو نعمروها في ليمون. اييه. كناخذو ستاك ستاك داك البوستيك الزوين رطب. ناخذ واحد 200 غرام ونقطعو على الطول بحال الوقيدة ونقطعو على العرض بحال قد العديسات. 200 غرام ديال البوستيك. ونسوطي في مليحة. وزويته غير زيت الرومية ونحطو في القاع ديال فوق العجينه هاد المورقه اللي درنا. وكنقبضو ثلاث البنات كنضربهم اومليت وكنزيد عليهم تقريبا واحد 20 سنتيمتر خماش الكريمه مع 20 سنتيمتر الحليب والكوزه ومليحه وندوقو ونحركو ونخويو فوق هذاك الستيك وندخلو للفران. كيجيو هاد ميني كيش نقيين وصفرين وزوينين وبنان. الله يخليك لاله فاطمه. شحال ديال الحليب؟ 20 سنتيلتر ديال الكريمه. شحال ديال الحليب؟ 20 سنتيلتر قد قد. اها 20 سنتيلتر. ومليحه وحتى تقات الكوزه. واخا. لا بزار لا والو. لا بزار لا حتى شي حاجه. هو داك الستيك مي كتقي في الملح وزاد كيجي بنين. البيض مع الكريمه راه كيجي الد يعني راه